أنا صراحة فكرة الرجعة ما كانت وردة، لأنه قلت اعتزلت لأجل غير مسمى وأنا بقول لكم إمتى برجع. طب ليه؟ خلص تعبت. ما هقول نادين تتعب؟ ايه لا، ما هي مو نادين، تعبت من جو من كل شيء كله على بعضه، لأنه بتكوني مثلا مشكلة صغيرة بتطلعي بتلاقي المشاكل كلها بلشت تبين، كله في إلها تداعيات، كله في إلها ناس مثلا إلها علاقة بالموضوع، ناس ما إلها علاقة، ناس من قريب، ناس من بعيد، الكل بده يحكي، بده يعطي رأيه. فنادين وصلت لمرحلة حتى إعطاء رأيها صار يعرضها لهجوم كبير. أنا كل بيعرف إنه خاصة عندك وأنت بتعرف إنه أنا إنسانة صريحة صادقة اللي بقلبي على راسي سنة، وإنسانة مثقفة مني كيف ما كان بطلع بحكي. بقى من السيء جدا انكم تكوني عم تحكي شيء، بتكوني عم تصوبي على موضوع بكل صدق وصراحه، وحتى بمهنيتك ما فيك تساري وتطرشي بويا، تلاقي مثلا بالمقابل ناس عم تفهم بطريقه غلط او هيك عم لا تفهم لو شو ما قلتي، او مثلا بتفوت الخاص بالمهنه. بقى لقيت انه انا لازم اعمل كت لكل هو. وهالقرار كانت نادين اخذته بسبتمبر 2018 من خلال تغريده كتبت فيها: شكرا لكل محب وكل من دعم مسيرتي الفنية وكل من استفزني لأقدم الأفضل، الآن حان وقت الوداع. ضليتك عم بتراقبي من بعيد الأعمال الحلوة تقولي بينك وبين نفسك بتقولي عنها حلوة؟ بعدت كل البعض، لا حضرت لا تابعت لا راقبت. على الصعيد الشخصي أي حدا كان يصير معه أي مشكلة أو شيء اطمن عليه ويطمنوا علي، صعيد المهني أبدا. إذا بدك تفضيت أكثر لحياتي الخاصة من مشاكلها وبالأشياء الحلوة اللي فيها، وقت تعرفت على مجد وخطبت، وحتى كنت عم حضر هلا العرس، أنا كورونا وأجلنا شوي ونسافر فرنسا ولا هون، وإجا هيدا العمل هو دفش لي القصص عم تركب منها لحالها مثل ما ركبت معي ببدايتي. وقديش الخيار هيدا القرار اللي أخذتيه بالأحرى صعب، إنه أنت كمان نجمة جماهيرية يعني ده تقولي مرقت بالأصعاب. مرقت بالأصعاب، كانت كثير سهل علي أخذ هذا القرار. كثير ناس بتقلك أنا إذا بدي أقدم اعتزال أو بعد سنة وسنتين وثلاثة عن الضوء بدي يحسوا بفراغ بمحل، لأنه صعبة. الضوء حلو كثير بأوجهك، يعني بأوجه عطائك، بأوجه وجعي كمان. بقى الوجع كان هالقد كبير اني حسيت انه انسحب، ولا ممكن افكر نو ما مشت لك عين مثل ما بقولوا، خلص ولا افكر باللوكيشن ولا بهالاجواء ولا نهائيا. فنادين كانت حتى عم بتفتش بابتعادها عن الاستقرار العاطفي، وبالفعل اعلنت عن خطوبتها من شاب يدعى مجد بديسمبر الماضي. بدي اقول لك مبروك كمان على هيك حياتك العاطفيه، انه لقيتي الشريك المناسب. صدقا هل الحب بينتصر، بيخليك، بيعطيك القوة انك تنتصري على مشاكل تانية بحياتك؟ الحب دمرني والحب عمرني، انا انسانة ما في عيش بلا حب. بمحل الحب دمرني، حطمني، خسرني، وبمحلات الحب رجعني وقف على اجري. اللي حب اللي معودة كل حياتي اني حب، يعني انا اول ما تزوجت اول مرة عشت سنين انا وزوجي، وجبت اول ولد، تاني مرة عشت سنين انا وياه وجبنا ولدين، وهيدا التالتة رح اعيش سنين انا وياه وجيب ثلاثة. علاقتك بخطيبك قربتك من ولادك ساعدتك؟ بالعكس، هي ممكن توقف بدرب بس الحياة بدها تكمل، وهذا الشيء اكيد نظروا فيه بالقضاء. وانا انسانة بحب اكون بحب شخص واحد، بحب ركز مع انسان واحد. بقى ممكن هذا الشيء كان طول الموضوع، بالعكس ما قربوا، بس انا هذا الموضوع انا ما في حدا بنسيني ولادي، وما حدا بيقدر يخسرني ولادي، ما حدا بيقدر يرجع اولى لاخر نفس، طول ما في نفس بصدري ولادي الي ولبيهم، ولادي معي لموت.